دونك اون اي بارتي بور اون غير فروات بالك تاع 20 سنه 15 سنه توت فاصون سكي ايتي سور وقلناها ا بليزيور ريبريز العالم في طور تقسيم جديد عاود ولي لي لايف تشوفوها وقلتها بليزيور فوا في طور تقسيم جديد حدود جديده مناطق نفوذ جديده عقليه جديده 2014 لي سانكسيون اللي دارهم على الروس وجعوها 2022 ما يوجعوش باسكو موجود لهم 2014 ما كانش عنده الاكتفاء الذاتي لوتو سوفيزونس لا سو لو بون اغريكول لا روسيا هي اوتو سوفيزونت سي ان بي كي اكسبورت المهم قالوا صبتوا صحات وجات فمن جات لي فرونسي سو بوز لا كيستيون est-ce que Poutine s'est préparé à ça vu qu'il était prêt à accepter les sanctions contre... Mais bien sûr. Poutine ou les services secrets ou les analystes ou et les sociétés spécialisées dans les attaques cybernétiques. Ya hasra. Un État, ça ne se gouverne pas. La conjoncture. Poutine, avec tel commerce. La tête d'abruti avec le zigo. Ou la deb de tibon. Le connard, l'incontinent à Shingriha. Oui, bien sûr, nous l'incontinent, parce qu'il et il continue d'assumer des fonctions qu'il ne mérite pas. Alors, pour ton honneur, je pars en retraite. Laisse de jeunes généraux majors, compétents, capables, qui sont vus le bled Ali. Ils sont vus comme l'ennemi extérieur ou l'ennemi intérieur qui est l'islamisme politique, avec sous toutes ses formes. باسكو عندكم يكذب عليكم واحد يقول لكم اني اسلامي بصح متفتح توت اسلاميست ايت انتيغريست الاسلام ني با اون بوليتيك توت بيرسون كي ادوبت الاسلام كوم اون بوليتيك دو غوفرنونس سي ان اسكرو سي ان مالاد سي ان ديبيل سي ان انتيغريست سي ان اكستريميست كونتر كي يفون مني اون غير سان رلاش ان توكا في الجزائر اي دوار بلو اكزيستي بداو يدخلوا لكم شافوا الناس كبروا الولاد الصغار طلعوا ما عاشوش العشريه السوداء هاي المخابرات الارهابيه لا لي اسلاميست سي دي تيرورست كانوا ارهاب والارمي ما قتلتش الشعب الارمي حاربت الارهاب ا مومون دوني بيان سور استعملوه سفري ولا بيان سور كيما قلت لكم الاسلامي هو ليديال علاه سي لو كوبابل ايديال اي سي لا فيكتيم ايديال يعني الإسلامي هذا في الحقيقة بغل دير به وش تحب طبعوا كي الإسلامي كي زالينسكي كيف سيتو والإسلاميين نقولها لكم كليتو طريحة في التسعينات وتعاودوا تخرجوا تاكلوا طريحة وزيد تعاودوا تخرجوا تاكلوا طريحة vous ne pourrez jamais islamiser l'Algérie jamais برك وكم ما جاش البوفوار الخامج هذا اللي حاكم الجزائر مسحقكم باه يستعملكم كوسيله ضغط ككارطه يلعب بها مع الشعب للتخويف والترهيب على بالكم باللي يكون قضى عليكم حق من سماه محمد النظام هذا كون يقرر يقضي عليكم غير كون ترقد في المنام وتنام باللي نابت لك اللحيه دير لك راضياري وانت راقد باسكو على بالكم ما يطلعش عليك النهار بور عرب يا الكوافا يا البكبك يا الدام ديال الباغاندو شوف سور لالجيري في الصح يورا با دو غراف كونسيكونس يورا جوست حاجه واحده صافي دير لا ريبرسيون القمع تقدر الجزائر دركا تقمع 10 خطرات اكثر من راهي تقمع لانه واحد ما راح يتلها بها واحد ما يحوس عليها هذه واحده ثانيا لي ريبركسيون ايكونوميك راحين يكونوا سور لو بلان اليمونتير اكسيترا مي الجزائر في الحقيقه عندها لا ريزيرف نيسيسار باش تحمي الشعب من الازمه ولا الازمات اللي راح تحدث ابري لا كريز هادي سو لو بلان دو لاغرو اليمونتير بصح كوم حنا الحكومه تاعنا اتخذت قرار انها تجوع الشعب وتقتلو دونك سا لارونج تو سامبلومون سا لا بامبليفي سولفمون هكذاك لازم سولفمون تاع الجوع حنا نحوسو عليه سولفمون تاع الجوع باش يرفعوا الضغط على الشعب لانه الشعب نتاعنا مع كل احتراماتي اللي انا منه هو مني الشعب نتاعنا ما عندوش الثقافه السياسيه نيسيسار باش يقوم بثوره انا الغالب القهوي لو بلو نوسيف صحيح القهوي معمر القهوي
إلي فوي على الإسكلافاج ومساعدوا الإسكلافاج ويحب يعيش في الإسكلافاج والرخص والدل الله غالب هذه هي مكتوبنا جو سي على هذه قلت لكم في سيرتان لايف اللي قادر يهرب من البلاد يهرب بس كما يش بلاد برك باش نكذب عليكم ربي سهلنا إن شاء الله إن شاء الله يا أخويا إن شاء الله مرسي بوكو مرسي بوكو رابل مرسي آه ناس قال لك يشجع نشجع الحرقة نشجع الهربة اللي قادر يهرب يهرب جماعة الجزائر ماشي بلاد مش نتفهم لأنه فيها زوج حوايج مرقين فيها الحكومة مرقة والكوافة كثروا الكوافة أنتر الكوافة والحكومة يا خويا محال واحد يلقى بلاصتو ما لا هربوا خير الناس اللي تحوث على التداعيات صدير الألجيري التداعيات نتاعها اكسترا شوفوا جماعة العالم هذا بكل كما قال السيد القمح يشيو من الماريكان شوفوا الأسعار نتاع المواد الأولية نقولوا نحكموا مادة من المواد ما على باليش واش تكون هاي تمر الجزائر تخدم التمر والسعودية دير التمر وتونس دير التمر والمروك يدير التمر والأمريكان يدير التمر والهند دير التمر هذا التمر تاع العالم بكل كامل كيما راه يعتبر منتوج الكرة الأرضية للتمر ويتحدد له سعر مثلا الأمريكان نقولوا كان يصدر 20% من احتياجات العالم للتمر الباقي الدول الاخرين الجزائر المغرب تونس اكسترا بصح كل وحده من الدول هادو تعود ما تصدرش هو ما يقدرش يخلق انتاج فوق الطاقه الانتاجيه تاعو وشرتو بسرعه دونك يصرى نقص دونك يولي الطلب اكثر من العرض دونك الاسعار تشعل ولا قادر حتى تبلوكا سي لي اون فري كريز سي بوركو ماشي لي بي بزاف ينتجوا بصح السوق واحد او نفس السوق سي دونك ما تحسبوش قال هذاك ينتج ولا كل واحد من لي زاكتور اللي ينتجوا يغيب الاسعار تتبدل تيجي الازمه تزيد السومه جي اتوندي لي زابيل كو جي الو مسيو سمير وزات دارير لا دام De toute façon, il faut comprendre, on est toujours fi khalq al-adou, la création de l'ennemi. Madame, masa al-khair. Allô? Masa al-khair, madame. Masa al-nour, masa al-fami. Masa al-nour à toute l'équipe et les auditeurs. Bon, j'étais un peu en retard, je viens de vous rejoindre. Marche d'avec. Bon, je voulais vous dire, monsieur Rahmani, bon, vu la situation actuelle en Algérie, la catastrophe dans la situation en Ukraine, quel serait le... bon, je vais parler en arabe. Quoique je ne maîtrise pas très bien l'arabe, mais je sais. Où est l'Ukraine, enfin la situation actuelle en Algérie. طريقة باسكو سا كومونس ا نوز انكيتي اوسي شوفي طريقه مباشره مدام ما كان حتى تداعيات زيرو تداعيات داكور علاش سي راسورون كامل علاش لانه الازمه هذه طلع في اسعار المحروقات مام يطلع السومه نتاع المواد الغذائيه في العالم الجزائر تقدر تواجه احنا المشكل نتاعنا مع النظام الجزائري مام كنت عود الجزائر هذه تدخل في الذهب واللويز هو راح يفقر الشعب لانه الهدف نتاعو برافو مدام دونك التداعيات حقيقه ما كانش نقدروا نستفادوا من الازمه هذه وكونطرير نقدروا نستفادوا منها بزاف نقدروا ما نستفادوش باسكو هما لو بروجي تاعهم اللي يتيدي افان دو كيما راك تقول يجوع الشعب دونك سي بلانيفي اكزاكتومون برافو بارك الله فيك مدام هاد الناس درك واش يقدروا يديروا بار اكزومبل درك مثلا بكري كانوا يديو كيما نقولوا حنايا 100 واحد للحبس في النهار دوكا يديو 4000 واحد اللي يقدر يهضر باسكو مام العالم مش حيلتها في الجزائر ما يسمعش بها كاع اي سون وي 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 يسمى لي روكار ميتنون سون ايور الحرب في اوروب الحرب اي داخل اوروب داخل اقوى اقتصاد في العالم ليكونومي اوروبيان